تحل اليوم الذكرى 86 لميلاد المشير محمد حسين طنطاوي فارس العسكرية المصرية. المشير طنطاوي كان أحد أهم الرموز العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأيضا مصدر الإلهام والصمود في الدفاع عن مصر طوال فترة خدمته التي امتدت لأكثر من نصف قرن من العطاء والتضحية والفداء. في حياة الشعوب رجال تختارهم الأقدار في وقت المحن وفي لحظات فارقة من عمر الزمن يحملون على عاتقهم المسؤوليات الجسام. رجل من هؤلاء الرجال هو المشير محمد حسين طنطاوي الذي تمتد مسيرته في خدمة مصر لأكثر من نصف قرن من العطاء والتضحية والفداء. ولد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 من أكتوبر من عام 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة، وتدرج في المناصب بدءا بقائد فصيلة في إحدى كتائب المشاة، ثم أصبح عضوا بهيئة التدريس بالكلية الحربية، وتدرج حتى أصبح قائدا للفرقة 16 مشاة ميكانيكا في حرب أكتوبر، حيث كانت كتيبته صاحبة المعركة الصينية الشهيرة خلال حرب أكتوبر، والتي تكبدت فيها القوات الإسرائيلية خسائر فادحة. تولى المشير طنطاوي منصب وزير الدفاع في عام 1991، حيث كان برتبة فريق ورقي بعدها إلى فريق أول، واستمر حتى عام 1993، حيث تمت ترقيته إلى رتبة المشير، ثم عين فيما بعد مستشارا لرئيس الجمهورية. منذ بداية الحياة العسكرية تميز المشير طنطاوي بالكثير من الصفات، أبرزها وضوح الرؤية وقوة الإرادة، وكان رجل محبا لوطنه مخلصا في خدمته ومتفانيا في أداء واجبه، فضلا عن صفات الجندية البارزة في شخصيته، ومن أبرزها الشجاعة والإقدام والثقة بالنفس والاعتداد بشرف الانتماء للعسكرية المصرية. العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق.